ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونؤمن به ونتوكل عليه، نشكره ولا نكفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا جميعا في زمرة النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، ها هي أيام رمضان تمر بسرعة، ها نحن اليوم أو الليلة نحيا الليلة 20 من شهر رمضان، نسأل الله الثبات والسلامة. هي المرحلة الحاسمة من شهر رمضان، هي العشر الأخيرة من رمضان التي فيها ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر. نسأل الله أن يوفقنا لقيام ما بقي من لياليه، ولصيام ما بقي من أيامه، ونسأله ألا يحرمنا أجر ليلة القدر. أيها الأحبة، نتناول الليلة إن شاء الله تعالى موضوعاً يندرج في إطار من خلق القرآن، أو من خلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما ينبغي أن يكون من علاقات بين المؤمنين. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالمولى يقرر من خلال هذه الآية أن المؤمنين أينما كانوا، في مشارق الأرض ومغاربها، في نفس البلد أو في بلدان مختلفة شتى، فهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، وإنما هذه تفيد في اللغة العربية تفيد الحصر. فكأن المولى سبحانه وتعالى يقول: لا أخوة إلا الأخوة الإيمانية، لا أخوة إلا بالله. صحيح لك علاقة دموية أسرية تربطك بإخوة من أبيك وأمك، لكن الإسلام ينظر إلى العلاقة أو الأخوة الأشمل والأعم والأكمل والأحسن والأفضل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. كما يقول المولى سبحانه وتعالى في موضع آخر من كتابه العزيز: محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالمولى يقرر هنا أن العلاقة بين المؤمنين هي علاقة رحمة وود ومحبة وتعاون، إذن رحماء بينهم. ثم أشداء على الكفار، أي مع أعداء الدين لا بد أن يكون المؤمن شديدا ويطبق حدود الله وأحكام الله. لكننا وللأسف نشاهد أيها الإخوة أن المؤمنين قلبوا هذه الآية رأسا على عقب، فعوض أن يكون المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا أشداء على الكفار رحماء ما بينهم، نجد المؤمنين رحماء لطفاء مع المشركين والكافرين أشداء مع بعضهم. فترى الأخ
شديدا مع أخيه وأخته، وترى الجار شديدا مع جيرانه، وترى المسلم شديدا مع أخوانه المؤمنين، فهو لا يعمل بالآية القائلة إنما المؤمنون إخوة. لذلك أردت الليلة أن أتناول مع حضراتكم حديثا نبويا شريفا يبين فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلاقة التي ينبغي أن تسود بين المؤمنين الذين اعتبرهم المولى إخوة. ثم ينهانا في هذا الحديث عن بعض الصفات الذميمة التي لا يجوز أن نأتيها مع أخواننا المؤمنين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا معي أيها السادة الكرام إلى هذا الحديث، إنه حديث يروي حالنا وحال زماننا. يقول الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، صلوا وسلموا على رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: الأولى لا تحاسدوا، الثانية لا تناجشوا، الثالثة لا تباغضوا، الرابعة لا تدابروا، الخامسة ولا يباع بعضكم على بيع بعض. خمسة لاءات، خمس مرات النبي يقول لك لا، أي أنه ينهاك، ولا هذه هي لا الناهية التي تفيد النهي، أي عندما تتكلم أو تستعمل لا فإنك تعني بذلك أنك تنهي هذا البشر عن فعل ذلك الأمر. إذن خمسة نهي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا، التأكيد على الأخوة الدينية. ثم يقول المسلم أخو المسلم مرة أخرى، يؤكد على قيمة الأخوة الدينية التي تسبق الأخوة الأسرية والدموية. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم كذلك لا يأتي هذه الأعمال الثلاثة. ثم يقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير ثلاث مرات إلى قلبه. ثم يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. صدق رسول الله. هذا الحديث يرويه الإمام مسلم في صحيحه. نشرع وبالله التوفيق في تناول ألفاظ هذا الحديث ومعاني هذا الحديث. فبداية يقول سيدي النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، وهذا هو النهي النبوي الأول عن صفة ذميمة وخلق سيء، وهو الحسد. والحسد لا يخفى عليكم، كلكم تعلمون ما معنى الحسد، ولكن يمكن أن نزيد ذلك تبيانا فقهيا. والحسد هو تمني زوال النعمة عن عبد من عباد الله وانتقالها لهذا الحاسد. ما معنى هذا؟ يعني الله أنعم على عباده بنعم كبيرة، يأتي أحدهم فيرى عبدا من عباد الله قد أنعم الله عليه بمال، بمنصب، بعلم، بمكانة، بذرية، فتراه يحسده فيقول: انظر إلى هذا، كم آتاه الله من المال، كم أعطاه المال من الذرية، كم أعطاه المال من المكانة، كم أعطاه المال من العلم. فهذا القول هو حسد أيها السادة، وهذا ما لا يجوز، وهذه ليست من صفات المؤمنين، إنما هي صفة من صفات المنافقين. فبالتالي الحسد هو تمني زوال النعمة عن عبد من عباد الله. الأجدر بهؤلاء أن يقولوا: اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في ذريته، اللهم بارك له في رزقه، وارزقني مثل ما رزقته. فهذا سليم، لكن أن تحسد الناس فهذا ما لا يجوز. وبالتالي يا
ينهانا سيد النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة ذميمة أولى وهي صفة الحسد. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا، وهذا النهي النبوي الثاني الصريح عن صفة وخلق ذميم وهو النجش. ولو سألنا أغلب الناس هل تعرف ما هو النجش؟ لا وجدت أغلبهم لا يعرف ما النجش، رغم أن الكثير من الناس يقعون في هذا الحرام ويرتكبونه كل يوم في الأسواق والمتاجر وعدة أماكن. فلنحاول أن نفهم ما معنى النجش.